السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. معاك عمر الطاهر من سبيجلر. دي الحلقة رقم 10 من كورس البرونسيشن. لو أنت مشوفتش الحلقات اللي فاتت ياريت تخش تشوفها على القناة. دي سلسلة بنتعلم منها النطق الأمريكان، وهدفها إن أنت تعرف تتكلم بسهولة والناس تقدر تفهمك، وإنك أنت لما تيجي تسمع حد بيتكلم إنجلش قصادك تقدر تفهمه بسهولة عشان أنت عارف القواعد بتاعتهم دلوقتي. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق ال دي يو والدي واي. الفيديو كالعادة بيتقسم أربع أجزاء، أول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة هنعرف النطق الصح، تالت حاجة هنعرف القاعدة بتاعتنا ازاي نقولها وامتى نقولها، رابع حاجة هنعرف الأمثلة. أول حاجة معانا النهاردة اللي هي النطق الغلط. education 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 graduation 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 did you did you did you did you. النطق الصح education 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 graduation 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 did you did you did you did you. طيب القاعده هنا باختصار، لما بلاقي دي يو او الدي واي جنب بعض بحط ما بينهم جا 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 جا، الساوند ده اللي هو بتاع جا، مش بقول education بقول education ج ج ج ج ج ج ج ج ج education 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 graduation 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 did you did you did you did you. رابع حاجة تعالوا ناخد بقى شوية أمثلة عشان توضح الموضوع أكتر. gradual 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 schedule 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 graduation 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 education 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 procedure 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 individual 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 did you did you did you did you would you would you would you would you could you could you could you could you should you should you should you. دي كانت القاعدة بتاعت النهاردة، سهلة جدا. الدي يو والدي واي بحط ما بينهم ج ج ج. دي كانت نهاية حياتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تشوف الحاجات اللي فاتت من الكورس ده، هتلاقيها على القناة. لو عندك أي أسئلة اكتبها لي في الكومنتس، وما تنساش اشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكوا وباي باي.